السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم النحل أبي. اليوم أصدقائي الكرام في هذا الفيديو سنقوم بشرح مفصل لطريقة تقسيم النحل خاصة للمبتدئين في عالم تربية النحل. التقسيم يقصد به تقسيم النحل الاصطناعي، يعني استخراج طرود من خلايا قوية، قصد الاكثار من عدد الخلايا في المنحل. وهناك طرق عديدة للتقسيم، فيه من يقسم بالمنحل مثلا هنا امام الخلية بصندوقين حرف V، كذلك فيه من ينقل النحل، مهم طرق عديدة، فيه من يقسم من العاسلة. لكن احنا اليوم عندنا خلية فيها مثلا 10 إطارات، هذه الطولية، هذه انا حبيت اليوم ننزع الطرد، مبتدأ حبيت نقسم اليوم واستخرج الطرد من هذه الخلية، ما هي الشروط وكذلك كيفية تقسيم او طريقة تقسيم. الشروط لازم تكون عندك ملكة ملقحة او يكون يعني في المنحل او في الطبيعة هناك ذكور، والتقسيم يصلح يعني 100% في الربيع وكذلك في اواخر الربيع. واحيانا نجد بعض المناطق فيها ذكور فيقسم النحال في فصل الخريف. انا اليوم 7/6/2020 ساستخرج طرد كانني مبتدئ لا اعرف التقسيم بتاتا. اذا نبدأ، قلت التقسيم هو نقل حضنة مفتوحة ومغلقة وكذلك بيض واطار عسل الى خلية جديدة او صندوق جديد ثم ينقل. هنا انا سانقل التقسيم هذا الى 2.5 كيلومتر، غلقت الصندوق. لو انني نقسم هنا ساريكم الطريقة، يعني في اسفل الفيديو ساريكم الطريقة في تقسيم في نفس المنحل. المهم انا سانقل التقسيم هذا الى مسافة بعيدة. اذا كيف سيكون التقسيم؟ تابعوا. اولا انا الملكة وجدتها في هذا الاطار، سافصله بعيدا، يعني فصلته بعيد على الخلية، ونبدأ التقسيم. هكذا تكون الأمور سهلة جدا. عندي الإطار الأول هذا فيه بيض، يعني بهدوء تقسيم كي لا يذهب النحل. ها فيه بيض، هذا الإطار الأول فيه بيض، هذا قلنا فيه بيض، سيتم وضعه في التقسيم الجديد. لحظة، إذا قلنا إطار بيض، هاو إطار بيض أو البيض واضح، هذا إطار بيض، سأضعه هنا. دائما في التقسيم تضع إطارين أساس، واحدة على اليمين وعلى اليسار، وإطارات التقسيم التي تأخذها من هذه الخلية تضعها مباشرة بين إطارات هذه إطارات الأساس، يكون دائما في الوسط في أول التقسيم. هذا إطار بيض بالنحل. ثم سأبحث على حضنة مغلقة والمفتوحة. تقسيم المثالي يكون فيه إطار بيض وإطار عسل وحبوب لقاح، حضنة مفتوحة وحضنة مغلقة، هذا بدون ملكة. هذا كذلك حضنة مفتوحة، هاي حضنة مفتوحة، نورو الملكة قلنا راي في إطار لوحدها، يعني تم سحبها بعيدا عن الإطارات هذه تاع النحل. إذا هاي إطار حضنة مفتوحة، مفتوحة معناه فيه يرقات. لو تشاهدون أنا عندما أرفع الإطارات النحل ناقص، لكن في الأخير سأنفض إطار نحل. إذا نأخذ هذا الإطار، عندنا الإطار الأول بيض وإطار ثاني حضنة مفتوحة، مازال خصنا إطار حضنة مغلقة وعسل. سأبحث على الحضنة المغلقة، هذه مفتوحة، الذي يهمنا الآن هي إطار حضنة مغلقة. لماذا حضنة مغلقة؟ حضنة مغلقة لأن بعد أسبوع أو 10 أيام عندما تخرج هذه الحضنة ستملأ أو ستعطي دفعة جديدة للملكة. هذا هو إطار حضنة مغلقة. النحل الصغير هو الذي يغذي، هو الذي يغذي الملكة. إذا بعد خروج هذا النحل مع خروج الملكة
يكون هناك تواصل أو تكامل بين هذا إطار حضانة مغلق. وضع هذا الإطار هنا، هنا عندنا إطار بيض، حضانة مفتوح، حضانة مغلق. مازال يخصنا الآن، يخصنا العسل. أنا ما عنديش في الخلية هذه العسل، سأجلبه من خلية أخرى، يعني إطار العسل سأجلبه من خلية أخرى، هذه ما فيهاش العسل. سأجلب إطار عسل من خلية أخرى. إذن سأضع إطار عسل أو حبوب اللقاح أو عسل حبوب اللقاح، سأقربه من النحل. قلنا دائما إطارة الأساس شمال الأساس في التقسيم تكون على الأطراف، ولكن بعد ما تلقح الملكة يتغير الترتيب. هنا بعد ما يتم الانتهاء من التقسيم، قلت عندما ننتهي من التقسيم ونغلق على الخلية، لأنني سأنقلها فقط للذين يقسمون في نفس المنحل بالغلق على الخلايا بشباك أو مسطرة، يقدمون الماء في أكياس ثم يثقب الأكياس هذه. كذلك لا تنسوا تقديم التغذية ووضع هذه الخلايا المقسمة في الظل وتغطية الخلايا الأخرى، لأن الوقت الآن درجة الحرارة في الارتفاع، وبالتالي لو تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا سيذوب الشمع ويرحل النحل عن الخلايا. إذن قلت التقسيم سأقدم الغذاء مكثف للخليتين، للخلية هذه لأنها ملكة ملقحة سأعطيها التغذية، يعني كل يومين أو ثلاثة أعطيها التغذية حتى تستعيد قوتها، والخلية أو التقسيم الجديد هذا سأعطيه التغذية مكثفة في أو مرة واحدة فقط، لكي يبني بها أو يصنع بها، يبني بها البيوت الملكية ويصنع بها كذلك الغذاء الملكي، يفرز الغذاء الملكي بقوة. قلت نعطيها تغذية واحدة فقط، ممكن لتر ونصف تكفي، حتى تخرج الملكة. عند خروج الملكة سأواصل تغذية بكثافة، والنحل الذي يملك ملكة ملقحة أو عذراء ويضعها في تقسيم في القفص يكفي فقط أنه يغذي كل ثلاث أيام، يغذي بقوة لأن الملكة موجودة، يعني لأن كثرة التغذية في الخلايا المقسمة تساعد على التكذيب. هذا هو المشكل. إذا كملت التقسيم، قلنا التقسيم فيه بعجلة وبسرعة، فيه حضن بيض، إطار بيض، هذا إطار بيض سأضعه في الوسط أحسن، لأنه راح يكون هو اللي يكون فيه الملكة بيوت ملكية كثيرة. إطار حضانة مفتوحة مغلقة، إطار عسل وحبوب اللقاح. إذا هذا هو التقسيم، نغلق على التقسيم. أنا سأنقله إلى 2 كيلومتر ونصف، غلقت عليه بإسفنجة، يعني هاي إسفنجة. ممكن إذا عندك مسطرة تقلب المسطرة لأن فيها شباك جيد، هي جيدة للتهوية. قلت ننسى التغذية وكذلك الماء للذين يغلقون على النحل بالتقسيم في نفس المنحل. أكملنا التقسيم، هذا هو التقسيم، يعني كان شرح مفصل يعني ولكن سريع، على الأقل يعرف الإخوة المبتدئين في علم تربية النحل كيفية التقسيم. هذا هو التقسيم، شروط التقسيم ذكرناها، ذكور أو ملكة ملقحة، مرعى يكون على الأقل المتوسط، وعادة التقسيم يكون في فصل الربيع، وأحيانا في بعض المناطق تكون فيها حبوب اللقاح بكثرة تظهر الذكور. يقسم النحل في بداية الخريف ويقوي خلاياه. سأنقل أنا هذا التقسيم وأقدم التغذية للخليتين. إذا دمتم في رعاية الله وحده، والسلام عليكم، وإلى اللقاء فرصة أخرى. إن شاء الله يكون هذا الفيديو أعجبكم من ناحية التقسيم الاصطناعي. شكرا لكم، ولا تنسوا الاشتراك معنا إذا أعجبكم الفيديو. إلى اللقاء فرصة أخرى إن شاء الله.